المساق المحدث ساعدني إنه أبدأ بأول خطوة إلي في مجال ريادة الأعمال. بالتعاون مع منظمة سبارك وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، تم إطلاق مساق الريادة والابتكار بحلته الجديدة في جامعة آل البيت، حيث يغطي هذا المساق المعارف الأساسية في مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي. يعني لزام على أنه يتغير هذا النهج التقليدي في التفكير وينتجه باتجاه أنه نفكر خارج الصندوق، بمعنى أنه نفكر بشكل ريادي وبشكل ابتكاري. إجباري أننا نفكر بهذه الطريقة وأنه يتجه الطلبة بهذا الاتجاه باتجاه المشاريع الريادية، وأنهم هم يقودوا أنفسهم بأنفسهم ويديروا مشاريعهم بشكل ذاتي أفضل من الاعتماد على الوظيفة التقليدية والراتب التقليدي، لأنه بالتأكيد يعني نعرف أنه المشاريع الريادية هي بتفتح لك أفاق أكثر. صراحة كانت تجربة حلوة وجديدة، ما كانت تشبه المواد الثانية من حيث طريقة التدريس، وكانت بتحث الطلاب على التفكير الإبداعي والريادي. غيرت كثير المادة من طريقة تفكيري بشكل عام وطريقة تفكيري في صياغة المشاريع أو الأفكار اللي براسي وطريقة تطبيقها على أرض الواقع وجعلها مشاريع واقعية. أسلوب التدريس القديم النظري البحث الذي كان يعتمده مساق الريادة والابتكار سابقاً كان يركز فقط على المعارف الأساسية في الريادة والابتكار، أما الأسلوب الهجين الجديد الذي تم اعتماده في المساق يغطي المهارات ويركز على إكساب الطلبة المهارات اللازمة ليكونوا ريادي أعمال ناجحين في المستقبل. كونه كان في جانب عملي وتطبيقي في مشروعي، هذا الشيء شجعني وبشكل جدي على إطلاق مشروعي الخاص الذي يدار الآن ويدرس بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية. تم تقسيم العلامات بحيث يكون ثلث العلامة لصالح مشروع يقدم الطالب بروبوزل معين يقدم الطالب، فبالتالي جزء من هاي المشاريع أيضا تناقش في نهاية المساق، وممكن بعض هذه المشاريع يتم دعمه، وبالتالي أصبح الطالب يعني مش فقط يدرس هذا المساق لتحصيل علامة بقدر ما هو يدرس هذا المساق لتحصيل مشروع مدعوم بنهاية المساق. وبالتأكيد لا يسعنا إلا توجيه الشكر إلى منظمة سبارك وإلى صندوق قطر للتنمية لمنحنا هذه الفرصة ولنطور المناهج الدراسية في جامعة آل البيت للوصول إلى مخرجات تعليمية أفضل.